اسمي نادين نصيف درست الشان أوبرا بلبنان وبعدين كفيت دراسة برا بإيطاليا وبفرنسا رح خبركن أكثر هلأ عن نادين أند جوني ميوزك سنتر. نحن بمنطقة الجديده في عنا تو ديبارتمنتس، الأكاديمية اللي هي تحت اسم فويس باي نادين نصيف. بالأكاديمية بنعطي دروس عن الشان كلاسيك، شان مودرن، شان أورينتال، بنستقبل كل الأعمار الصغار والكبار. حبينا بهيدي النقلة نجمع بين دو ايكول دو ميوزيك اللي هي فويس باي نادين نصيف وميوزيك هاوس باي جونيكارام. فويس باي نادين نصيف هي الأكاديمية اللي بتعطي كل الماتيرات المتعلقة بالسينجينج بالانسترومنتس. نبلش شوي شوي نحضر التلميذ، نبلش بالمطير من اوتر واطي ترافل، بياخد دقات بل ينبسط انه عم بلش يدق، مش قاعد بس كل الوقت عم بتعلم النوتات، بالوقت ذاته بيكون عم بيتعلم النوتات بوزيشن تبعهم على المارش تبع الجيتار، بيكون التعليم كمان بطريقه دقات كمان. إيفي ميوزيكال هيدا الكورس كثير مهم خاصة للولاد يلي هن صغار بالعمر، يعني من 3 سنين لحد 5 سنين ونص 6 سنين. نحن بنشجع أكيد الأهالي يلي بحسوا إنه أولادهم عندهم اهتمام بالموسيقى إنه يسجلون بهذا الصف. هذا الصف كثير مهم لأنه بيكون أون جروب، بخلي الأولاد أكثر تعمل انتراكشن مع بعضهم، بخليهم سوشيالي يكونوا أكثر هيك منفتحين على بعضهم. بيقولوا عنا من أصعب الآلات، بس أكيد نحن بنشرحها بطريقة كتير سيستماتيك، بطريقة كتير نخليها تصير أهين على التلميذ، أكتر أكسسيبل للتلميذ. حلو بالفيولو إنه منا لا آلة شرقية ولا آلة غربية فينا نعزف عليها شو ما كان. أكيد منبلش من الـ first steps، إذا عنا حدا صغير منبلش بالـ little fingers، بعدين عم نروح على الـ premier chord ومنصير نطلع بالكرات أو فرقة مزور، نشتغل على الـ position des doigts، وأكيد كيف يكون في musicality، يعني المورسو يلي عم يندق يكون عم يندق بطريقة artistic، مش إنه نسمع نوتات نسمعهم. للتكنيك فوكال مثل ما قلنا نحن هون عندنا كذا ستيل، بس التكنيك هي موحده للكل، سو بنشتغل على مخارج الحروف كل استاذ مع تلميذ، اجمالا بنشتغل على النفس كيف نحسنه، على فتحه التم، على البروجيكسيون، كل هالاشياء بنشتغل عليها بقلب الصف مع التلميذ. بالنسبه للاعمار كرمال حدا يبلش يشتغل على صوته، عم نستقبل من عمر 6 سنين وان سو اون، يعني ما في ليمت. اللي بحب الموسيقى اللي عنده هيدي الباشن ليتعلم كيف يشتغل انه يحسن صوته، هذا هو المكان المناسب انه ينتج. الكانتو كواير الكيدز بيغنوا كلهم نفس الميلودي، الكبار ديفلوبي اكثر، في عندنا 4 ميلودي او ميم تان، يعني سوبرانو، تينور، باس، التو، بنعمل اشياء باللغه اللاتينيه، فرنسي، انجلي، عربي، مش بس بنغني الاشياء الدينيه، كمان بنغني الاشياء الوطنيه، الاشياء المعروفه بالمناسبات، واكيد نحن بنشجع كل حدا بحب يغني اون جروب يتصل فينا على الارقام اذا كان صوتكم بيناسب الكورال اللي نحن الستيل اللي نحن عم نشتغله، بتقدروا تكونوا one of our members. A female deer.
ديفينتلي صفوف للرسم مع انه نحن ريليتد للميوزك، بس لانه الرسم هو نوع من التعبير ومن خلاله بنقدر نوصل كثير افكار، لانه بقلب صفوف الغنى كثير بنعطي مشاهد للتلميذ يتخيلها ونترجمها بالورقه والقلم والالوان. تاني ديبارتمون عنا بنادين اند جوني ميوزك سنتر هو الميوزك هاوس، مشغل الموسيقى اللي بيحلم يفوت عليه كل انسان بحب انه يتعاطى بالشأن الموسيقى. بهالمشغل بنعمل براتيك لكل شيء بنتعلمه بالاكاديمي، بنعمل تحقيق لاحلام موسيقيين بحبوا يكونوا سوبر ستار، بحبوا يكونوا مغنين، بحبوا يكونوا عازفين محترفين. من خلال التسجيل بالاستوديو عنا الميوزك برودكشن بكل مقدراتها تا نقدر نوصل العمل ليتصور كفر او فيديو كليب، وفي عنا كل الماتيريالز لنطلع ساوند سيستم مزبوط، خاصه للي بيحبوا يعملوا فرق موسيقى بيجوا بيتمرنوا عنا هون بالاستوديو. عنا صاله كبيره، ما ننسى بالميوزك هاوس في عنا شوروم للكانديدا اللي بيجوا لعنا منشان يشتروا القطع الموسيقية، كما نروح نفتش ونسأل. تراموي بيروت هالباند اللي بتجمع تلاميذنا اللي بيحبوا يغنوا على مسرح، بيحبوا يعملوا اختبار حلو مع الأغنية اللبنانية والأغنية الغربية، يعني عنا هالفيوجن بين الشرق والغربي. مننقي المواهب المميزة ومنشتغل عليهم فترة طويلة وبيطلعوا بالترامواي اللي هو بيمشي على خط مستقيم موسيقيا، ومنقدم اجمل المقطوعات مختلطة بين الشرق والغرب. الموجود هون هو الخبرة، الموجود هون هو التوجيه الصحيح، الموجود هون هو المصداقية بالعمل الموسيقي والسرعة بالتنفيذ. واخر نقطة بدي اقول لكم عنها اللي هي بتميز نادين اند جوني ميوزك سنتر ككل، هي المواقف وسهولة الوصول. من وين ما كنتوا جايين بتوصلوا على جديده بابسط طرق، مكان رايق، مواقف مؤمنة، اكثر من 6 سيارات بيقدروا يصفوا وبيدخلوا مباشرة على السنتر. هون بيفوتوا على الميوزك مول، على المطرح اللي بيرتاحوا فيه، بيحبوا يحققوا كل احلامهم الموسيقية.